قال بعضهم في تفسيره لهذا المعنى، قال إن الغاية من خلق البشرية هو العبودية، هكذا يجب أن نفهم. لكن الله تعالى يريد من العباد أن يعبدوه على كمال ما يريد، لا على هوى ما يريدون. إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري أين الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. المفروض أن ما يكون هوى فإنه يخالف مأمور الله تعالى، لأن النفس تشتهي ألا تنضبط بأمر، وألا تحتكم إلى شرع، وألا تكون ملزمة بمأمور آمر. النفس تريد هذا، والنفس لكن الإنسان إذا طاوعها رمته في الهاوية. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن تواليه، إن الهوى ما توالى يصمي أو يصم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. هي تزين لك وتريد أن تكون بعيدة عن مأمور الله سبحانه وتعالى.